التحليل بيكلف كتير، شلون رح نقدر نساوي؟ ليش كل هالتشاؤم؟ طول لي بالك شوي، بيجوز رخيص. كيف بياخدوها من التم؟ شو بيقصدوا؟ انت اكيد عم تدرس ولا؟ شو وضعك بالعلوم؟ منيح. ما بتعرف شو معنى الخلية؟ ايه اكيد. ايه قول. فهمني، وين عقلك انت؟ عند إسراء. لا، هو بيقولها بوقاحة. اوف، معقول هيك بكلف؟ من وين رح نجيب كل هالمصاري؟ مو ضروري نحن ندفع، منشوف شي دكتور. اصلا في عنا دكتورة، شو انت نسيت ولا؟ قوم نحكي معها. تعال يلا عاشق افندي. شفعتك يا ام نبيرهان، انا جاي ازورك من مكان بعيد، وبدي شفاعتك وبركتك لحتى يجيني ولد تكونوا حواجبه وعيونه مثل أبوه، بس أنفه وتمه لأمه طبعا. ها، تقولي مرحبا. عم بسمعك أحمد. ليش عم تحكي بصوت واطي؟ لأني عم زور مقام. هلا تزوري مقام؟ لشو؟ ما فهمت. هذا مقام أمنا بيرهان، بيجوا عليه اللي ما بيجيهم ولاد، فهمت علي هلا؟ مو عأساس زواجكم كان تمثيلية ولاد شو؟ أحمد، أنا هلا مو فاضي أشرح لك وفسر لك، والكل عم يتطلعوا فيني. خير، ليش عم تتصل؟ صاير شي معك؟ لا لا، هو بصراحة بدنا اختبار دي ان اي مجاني، تعرفي لك شي مركز تبعتينا عليه؟ اختبار الدي ان اي؟ خير، ليش بدكم تساووا؟ خلاص ببقى بخبرك بعدين تولاي، تعرفي لك شي واحد؟ طيب استنى شوي لفكر. في مركز مجاني بلا؟ لك انتي احسن دكتورة بوزارة الصحة، دخيلك احكي لنا معهم ليمشوا لنا امورنا بسرعة. اي طيب ماشي، خلص بحكي معهم وانا برجع بخبرك امتى تمر. تمام، طيب بانتظار تليفون منك. ماشي احمد، يلا باي باي. امنا بيرهان، امه لهذا اللي اتصل فيني جابت باول حياتها 6 أولاد، بس ولا يوم كانت ام عن جد. أعطيني بس فرصة واحدة وبوعدك كون أحسن أم بالعالم كله. بوعدك يا رب دخلك تقبل دعائي.